اوكي فخليني احضر الليسته النهائيه وببعث لك اياها. مرحبا ندى. اهلا، كيف حالك؟ تمام الحمد لله. بدنا ناخذ لفه معك بالمكتب ونسالك كم سؤال نتعرف عليك اكثر. يا اهلا وسهلا، اكيد ما في مشكله، بدنا بس نخلص ونحكي. اورايت، اهلا وسهلا. هاي، اهلا. شو بتشتغلي بطماطم؟ انا ادمنستريتيف سيرفيسز ريبريزنتيف. اشرح لك شوي اكثر. بليز. اورايت، بيسكلي انا مسؤوله عن اداره امور المكتب والموظفين، بيهمني على طول يكون مكتبنا جاهز من كل المتطلبات تبعونه، موظفينا امورهم جاهزه فروم اي تو زي، الفيزيتورز، الايفنتات تبعونا، سمبلي هذا هو شغلي. حلو، وايش اكثر شيء بتحبيه بشغلك؟ هلا بحب شغلي بانه هو مش شيء روتيني، كل يوم عندنا اشياء جديده وتحديات جديده، فاظن هذا اكثر شيء ممتع بالشغل. ناخذ نسكافيه تبعتي؟ أكيد، تفضلي. شو بتحبوا تشربوا؟ ولا شيء، صحتين. قلبك. ايش اكثر موقف محرج صار معك جوا الشركه؟ اظن هذا اللي عم بصير هلا، تصوير هذا الفيديو. يس. طب كيف كان شعورك لما اجت جلاله الملكه عندنا؟ زياره الملكه لعنا كانت يمكن من اكثر الايام اللي ما بتنتسى صراحه ابدا. بسكلي كنا عم نتغدى هون وقت البريك، خلصنا وصلت على المكتب تبعي، برن الجرس، فجأة عم بكبس مو متذكرة ولا مركزة لسه انه شو فيه، بلاقي كاميرات سكيورتي وجلالة الملكة. كان شعور كتير رهيب، بس كان يوم كتير حلو وكتير مميز لشركة طماطم. حلو كتير. يس. طب اذا ما كنتي بتشتغلي هذا شغلك، هاد شو بتكوني عم تشتغلي؟ اظن كان بختار مجال الصحافة والاعلام، بتخيل هذا الاشي بحبه وكنت رح اكون ممكن مبدعة فيه. تطلع معي عند مديري فوق؟ اكيد، يلا. قوتي لازم نوديها. ندى، بتفضلي الموالح ولا الحلو؟ انا بحب كل الاكل صراحة، بس اي ثينك الحلو اكثر. وشو اكلتك المفضلة؟ فول اخضر، فول اخضر بلبن. يومي كثير زاكي جاي على بالي. تقدري تعددي 5 اكلات فيهم بندورة كمكون اساسي؟ بندورة، العيش بندورة، داوود باشا، محاشي، شو بدنا نحكي، باستا، 4 سباجيتي، 5 صح. يا بتعرفي تطبخي ندى؟ صراحة أكثر حدا فاشل في الطبيخ هو أنا، امبارح كانت تجربتي الأولى وآي ثينك الأخيرة في هذا الموضوع. وشو طبختي؟ طبخت صينية دجاج بالخضار، بس كانت طيبة للأمانة. خلينا نفوت عند عبد الله. مرحبا، كيفكم؟ عبد الله، تفضل، هاي الفواتير اللي طلبتهم. ندى، كيف مديرك معك؟ يعني شو بدنا نحكي عن أبو المرعي؟ صراحة من أحد أهم أسباب سعادتي وراحتي بطماطم مديرنا الفخم أبو المرعي. يعطيكم العافية. باي باي. خليني أعرفكم هلا على شخصية كثير مهمة، زي نشوف وين صار. أبو تريكة، يعطيك العافية. أبو تريكة بنقدر نقول بالمصري هو دراع اليمين، فيعطيك ألف عافية أبو تريكة على كل جهودك معنا بالمكتب. ندى، مين أكثر حد صحبي معاه بالمكتب؟ أكثر حدا صحبي معاه بالمكتب، ليه منفرجيكم إياها؟ أكيد الكل بيعرفها، حبيبتنا ملكة الموضة. هاي ندى، قديش صار لك تشتغلي مع طماطم؟ صار لي بطماطم نقدر نقول 2 تقريباً. وشو أكثر شغلة بتحبيها بشغلك بطماطم؟ صراحة أكثر إشي بحبه بشغلي جو طماطم. نحن لما بنحكي عائلة طماطم نحن فعلياً عائلة مع بعض، وأكثر إشي بحبه هو إن أنا مسؤولة إني بساعد عن كل الموظفين بكل تفاصيلهم، يعني شو ما بدهم دائماً على طول ندى بدنا، ندى عنا ندى. بحب شعور إني عم بساعد الكل، بوفر لهم أحسن جولة حتى يبدعوا ويشتغلوا. حلو كثير. يا yeah. طيب ندى، كم من مرة بتقدري تحكي خيط حرير على خيط خليل؟ أورايت، نجرب. خيط حرير على حيط خليل، 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 خيط حرير على حيط خليل. ضبطت. طيب ندى، كمان طيب. آخر سؤال، قولي لي، معك 10 ثواني تسمي 5 ألعاب من طماطم. سهلة، في اي في بلوت وجلسات، ملكة الموضة، تحدي الملوك، وأسرار البنات. يا رهيب. طيب أظن هيك خلص وقتكم، نقدر نحكي، يعطيكم العافية. ثانك يو سو ماتش، تشرفتوا. شكرا ندى. باي باي. باي. باي.